الاجتزاء و يعني انا عايزه اقول لك مشاعري، يعني اتفضلي يا فندم. طبعا ان تقذف في دينك، ان انت تكفر، يعني على طول انت بتسالي السؤال ده فانت كافره، فانت خارجه عن المله، فانت انت بتعترضي على ركن من اركان الاسلام، انت كذا، ده في ايذاء كبير جدا جدا هنا. جدا. يعني مش عايزه اقول جزاء هؤلاء، ولكن مش دول عليهم مسؤولية أيضا؟ سواء مواقع صحفية، أنا يعني المواقع اللي نشرت، الناس اللي أصرت على نشر هذا الخبر دون أن تتبين، هذا الإيذاء اللي بجد بيوجع، لأنه في النهاية هو ما بيختلفش معايا سياسيا، وما نعم بيختلفش معايا فكريا، هو بيقول لي إن أنت كافرة، هو بيقول لي إن للأسف أنت خارجة عن الدين، وده أقصى للأسف أنواع القذف. صحيح صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. خلاص، ما دام طلعت منك اتهمت حد في دينه يبقى واحد فيكم كده. وفكرة التكفير منهج، هو مش بس مجرد قذف أو سبة أو تصرف عابر، لا، ده منهج عند تنظيمات متطرفة زي ما احنا بنرصد في مرصد الأزهر، منهج متبع عنده. يسبقه ايه بالضرورة؟ وعند الإخوان، وهو اجتزاء بكل ده تأكيد والتكفير ده عندي، هو ما بكل عملش تأكيد ده غير عشان يخبطني في مقتل. صحيح صحيح. فده منهجهم، يراد بيه ايه في المقام الأول؟ حاجة لما شفنا الأبحاث العالمية اللي اتكلمت عن قراءات في فكر المتطرفين وكيفية تجنيدهم ثم استخدامهم، اعتبارهم أسلحة فعالة في إيد التنظيمات الإرهابية دي، لأنهم بيعملوا حاجة مهمة قوي. بعض الأبحاث سمتها disparaging، تسفيه، اغتيال معنوي. صح، لازم يغتال الشخص معنويا، أو المؤسسة يغتالها معنويا. ليه؟ لأنه الاغتيال المعنوي يؤدي للاغتيال المادي. التفجير يسبق تكفير بالضرورة. أمال هتقنع شخص أنه يروح يقتل حد إزاي، أو أنه يستهدف مؤسسة أو أتباع مؤسسة إزاي، أين كانت المؤسسة، دينية، عسكرية، أمنية، أي ما كانت. فده منهج عنده. بعض الأبحاث استخدمت لفظ disparaging، وبعض الأبحاث استخدمت لفظة أخرى de-Islamization. Islamization أسلمة، والداخلة الحرفية اللي هي دي معناها نزع، يعني نزع الصفة الإسلامية أو نزع صفة المسلم عن الشخص أو عن المؤسسة. ده متبع عند التنظيمات المتطرفة والإرهابية، لأنه البداية إيه؟ إن أنا أغتال الشخص معنويا فخلاص يبقى كلامه مش مسموع، محدش يقبل منه. بعد كده أقدر أحرك أي طرف، أي فرد متطرف أو إرهابي، إنه يعمل ما وراء ذلك. تكفير، تفجير يسبقه تكفير. هل الكلام ده من الشرع في شيء على وجه الإطلاق؟ بكل تأكيد ده ينافي الشرع قولا وموضوعا وتاريخا وكل شيء.